على يسار المنصة قائد طابور العرض العسكري، ومن خلفه حملة الأعلام، يتقدمهم علم القوات المسلحة رمز عزتنا وكرامتنا، فأعلام الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، فعلم الأكاديمية العسكرية، فأعلام الكليات العسكرية وكلية الشرطة، فمجموعة أعلام كتائب وسرايا الكليات العسكرية. دامت أعلامك يا مصر ترفرف في سمائك، تسمو وتزهو عالية خفاقة في عنان السماء. يمر الآن أمام المنصة مجموعة خريجي الكلية الحربية. مجموعة خريجي الكلية الفنية العسكرية. مجموعة كلية الشرطة حراس الأمن الداخلي في لمحة وطنية رائعة تنم عن الترابط والإخاء بين درعي الأمة الجيش والشرطة. مجموعة خريجي كلية الدفاع الجوي. مجموعة خريجي
كلية الطب بالقوات المسلحة. العسكرية التكنولوجية. المجموعة الثانية من خريج الكلية الحربية. مجموعة خريجي الكلية البحرية. مجموعة خريج الكلية الجوية. وأمام المنصة وبالمواجهة الطالبات الجامعيات خريجات هذا العام. مر الآن أمام أعيننا جميعاً مجموعات الخريجين من طلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة بعد أن أمضوا فترة تدريبهم داخل كلياتهم، فأصبحوا جاهزين للذود عن وطنهم بكل ما أوتوا من قوة. تشاهدونهم بكل فخر وعزة، فجميعهم
أبناء مصر وجميعهم على قلب رجل واحد، يحملون أرواحهم على أكفهم فداءً لكل حبة رمل من ثرى مصر المقدس. فهنيئاً لكم بأبنائكم. إن ما شاهدناه الآن يظهر التناغم بين القوة والدقة والأداء الراقي لمقاتلي الأكاديمية والكليات العسكرية، ويعبر تعبيراً صادقاً عن أجيال يحدوها الأمل في تحقيق غد مشرق واستكمال ما حققته أجيال سبق وأدت ما عليها للحفاظ على رايات الوطن عالية خفاقة. يشق ساحة الاحتفال رجال الشرطة العسكرية، رجال المهام الصعبة، العين الساهرة على أمن الوطن، يضحون بالغالي والنفيس من أجل رفع رايته في عنان السماء.